ولنتبادل الابتسامات ونصنع الإبداع. حطنا ودكن للشاشمين بهرجانو شهيد يكتر يا شانو. المسرح هو وجدان المجتمع ومرآته التي تعبر عن مشاكله وأعماقه وتشابكاته، وهو الذي يضيء أماكن الخلل فيه لإبراز الحلول. 27 آذار هو يوم المسرح العالمي، ويصادف هذا اليوم ذكرى استشهاد المناضل الشهيد يكتا هركول الذي ضحى من أجل الحرية في ساحة عبد الله الجابري في عام ولا نقل إيش عن جريتريا دوين دميلا ويرولا عزال إستياء لين اشتوي أو الارتقاها أزاروبي بسال دست جنبرمي تركي باقركا تيزن باقوار كرين يكتا هاركول قاوان اتشياء كردستان إلى همدا باقركا لي يتيب الشياء دكين الشام يد اتشياء نبور لوي ده هم جياء كردستان بلي